واحنا بنحضر للمباراه كنا متصورين ان الملعب يكون متغطي قبل المباراه فما يتاثرش بالمطر وكده، لكن للاسف جينا لقينا الملعب عباره عن بركه ميه. وبالتالي قدرنا يعني حاولنا نغير اسلوبنا وشكلنا، واحنا فعلا النهارده ما لعبناش باي اسلوب من اللي احنا بنستخدمه اثناء المباراه. ماتش استثنائي فكرنا فيه بشكل استثنائي، بس كان الوقت كان ضيق جدا. وطبعا يعني كان في توفيق لصالح فاركو على اعتبار ان هم قدروا يستغلوا المناخ والظروف اللي كانت محيطه بالجو. يعني احنا حاولنا اكتر من هجمه، انا الا ان احنا استخدمنا اسلوب مختلف تماما، ومع ذلك كان لنا الغلبه بشكل اكبر، وكان لنا فرص، عدد الفرص كانت لينا بشكل اكبر، ولكن هي دي الكوره، احنا ما استغلناش وما كانش في توفيق. الحمد لله على كل حال خسرنا 3 بونت النهارده، ولكن دي الكوره في ظل الظروف دي كمان بالتحديد. لكن في النهايه هنبدا نشتغل ان شاء الله باذن الله من دلوقتي على المباراه اللي جايه، يعني ان شاء الله صفحه وانطاب بالنسبه لنا تماما، مش نهايه العالم بالنسبه لنا. علينا احنا نتقبل الهزيمه زي ما هي كده بظروفها بكل حاجه، وعلينا احنا نشتغل ان شاء الله عشان المرحله الجايه ان شاء الله.